طابت أوقاتكم. تركيا تبدأ بملء سد إليسو على نهر دجلة وإيران تقطع عددا من روافده. برأيك كيف يمكن تجاوز شحة المياه خلال الصيف المقبل؟ عماد علي خان يقول مشكلة مياه نهر دجلة بامتياز فشل حكومي مهما كانت نية الجارة تركيا، لأنها لم تتستر على مشروع السد وبناء طاقة كهربائية. هناك الكثير من العصا التي يملكها العراق لضرب تركيا وإيران لترضخ للمطالبات العراقية، منها عصا الاقتصاد، إذ يعد العراق ثالث مصدر لإيران أو عصا السفر والسياحة. الكثير من العوائل العراقية تذهب للدول الجوار للسياحة. عامر كواز التميمي: سيمر العراق بفترة شح تتحمل مسؤوليتها كل الحكومات المتعاقبة على العراق، لأنها لم تفكر ببناء السدود والاستفادة من نهرين عظيمين كانا يصبان مباشرة في الخليج، في حين نجد كل دول العالم تولي موضوع المياه أهمية بالغة. طالب راضي: أزمة المياه في العراق أصبحت ورقة سياسية بأيدي تركيا وإيران، وأن دولتين تمارسان الابتزاز ضد الحكومة العراقية من أجل الحصول على مزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية. الانفتاح على هاتين الدولتين واتباع دبلوماسية نشطة على أساس التعامل بالمثل هي الطريق الأنجع للإبقاء على تدفق المياه وحصوله على حصته المقررة. أما في تويتر، سهيلة تقول: على الحكومة العراقية أن تتحرك وبسرعة لتلافي هذه الكارثة بوضع الخطط والحلول المناسبة والتحرك الدبلوماسي على الدولتين الجارتين للضغط من الناحية الاقتصادية بسبب حجم التبادل التجاري معهما لإطلاق حصة العراق المائية. أما الدكتورة عايدة السعيدي فتقول: الوقت جدا حرج، ووزارة الخارجية لم تسجل أدنى حضور في أزمة المياه الحالية، والتي من المفترض أن يكون لها دورا فاعلا وبارزا بإجراء التفاهمات والحوارات الدبلوماسية مع تركيا لأجل تخفيض نسبة المياه التي تضخ إلى السد، والتي تقدر بعشرة مليون متر مكعب، والرجوع إلى الاتفاقات الدولية المائية. أخيرا أحمد سلام الفتلاوي: السياسة المائية للعراق غير واضحة مع دول الجوار، ونفتقر للمفاوض الدبلوماسي الماهر لحل هكذا أمور مهمة، وعليه يتوجب أن تكون الإجراءات سريعة لأن الموقف لا يتحمل ذلك، وعلى الحكومة أن تتحرك تجاه مجلس الأمن وجامعة الدول العربية للتباحث حول الحصص المائية، وأن توزع بشكل عادل بين الدول.